المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بهداه إلى يوم الدين. بادئا ببدء أرحب بالسادة الحضور كل باسمه وكل بمقامه، كما أزف ترحابا خاصا وخالصا إلى كل شاب طموح وغيور على وطنه وولايته. أما بعد، فقد جمعتني وإياكم والعديد منهم هنا العديد من المحافل واللقاءات، وأنا طالب وأنا مناضل في صفوف الطلبة ثم عضو بالمجتمع المدني، وطيلة هذه المسيرة عشت كل ما من شأنه أن يعيشه الطالب والشاب على الخصوص، وأهم ما كان يراودنا ونحن طلبة وشباب، وأهم تساؤلاتنا ما هو مصيرنا ما بعد الانتهاء من الدراسة والتخرج بعد التكوين سواء كان مهني أو جامعي، وخاصة ونحن نرى ممن سبقنا من الدفعات يعانون من أزمة البطالة والتهميش ومسابقات التشغيل تأتي سنويا عدد عدد المناصب قليلة والمتوافدون عليها كثيرون. إذن اليوم من حكمة وسياسة الواقفون على الدولة والسياسة المنتهجة من الدولة الجزائرية لبناء جزائر جديدة قائمة على أسس صلبة ومتينة، أصبح السبيل الوحيد للقضاء على هذه المعاناة هو الاستثمار في الطالب وفي الشاب، بحيث يعتبر اللبنة الأساسية لدفع عجلة النمو باعتبارهم آلة من آليات الجزائر لدفع النمو الاقتصادي وتطوره، بحيث كل شاب هنا أصبح عبارة عن مشروع لمؤسسة ناجحة، وكل مؤسسة ناجحة تعبر عن مناصب شغل جديدة. إذن من هنا نستخلص أن كل شاب يوفر لنا العديد من المناصب. إذا كانت هذه المعادلة تعبر فهي تعبر عن صفقة رابح، فالشباب والطلبة يحققون أحلامهم وطموحاتهم، وكل ما كان يتداوله طيلة مسيرته الدراسية والتكوينية، والدولة تحقق نمواً وازدهاراً اقتصادياً ولما لا اكتفاءً ذاتياً. إذن هذا باب يجعلنا نقضي على العديد من الآفات، ومن بينها آفة البطالة والآفات الاجتماعية الأخرى. ضف إلى ذلك لضمان نجاح واستقرار واستمرار هذا الاستثمار، وضعت الدولة الجزائرية العديد من الآليات والميكانيزمات التي تسمح وتسهر على ذلك، ومن بينها دار المقاولاتية والتي هي متواجدة على مستوى كل جامعات الوطن عبر كل التراب الوطني. إذن ولمن لا يعرفني ولا يعرف المجلس الأعلى للشباب، أخوكم في الله بلاغ محمد عضو بالمجلس الأعلى للشباب، أي هو هيئة استشارية لدى رئاسة الجمهورية. جئتكم اليوم لأجدد عهدي أمامكم وأدعم شباب ولايتي، وأقول له أننا هنا واقفون إلى جانبكم في استثماراتكم ومشاكلكم وعراقلكم وكل ما من شأنه أن يخدمكم، وسنكون كجدار يتصدى لكل من تخول له نفسه على إعاقاتكم، والله ولي التوفيق لنا ولكم. فقد قال أبناء الأمس آباؤنا: فخذوا الأرواح منا واجعلوا منها لبنات، واصنعوا منها الجزائر، وخذوا الأفكار عنا واعصروا منها الحياة، وابعثوا منها الجزائر، فلتحيا الجزائر، وشكرا لكم.